آلية إدماج السياسات المتعلقة بالشباب، أول حاجة وأهم حاجة لأنها هي الحاجة المستدامة الأكثر. شكرا حمزة وإيمان. بناء القدرات، كي نزيدوا من الزاد المعرفي مش فقط المعرفي، لكن التمكن من الفاعلين الشبان والشابات، هو هذه الحاجة الأهم أو الأولى اللي لازم نعملوها. كي نقولوا القادة المحليين الشبان، شو نقصد بها القادة؟ هنا نقصد بأي شخص شاب في العمرية هذيك، مهما كان تحديدنا العمر، فمش كون يقف في 35، فمش كون يقف في 40، أنا لنا ما يهمنيش هذا. أهم حاجة فما شعور بانتماء أنه هو شاب، ونظرة لي على أنه هو شاب أو شابة. القادة المحليين الشبان ينجموا يكونوا في هياكل اللي ذكرتها أنا، هياكل حكومية أو بلدية، ينجم يكون المجلس البلدي، ينجم يكون في الإدارة البلدية، مهم جدا. احنا أحيانا كنحكيو على البلدية نخمو كان في المجلس المنتخب، وهذا معقول خاطر هو المساءلة تصير للمجلس المنتخب، ولكن البلدية هي مجلس منتخب، لكن هي زاد الإدارة متاعها. هما برشا قادة محليين شبان وشابات في الإدارة اللي هما يقودوا التغيير، غادي ومهم برشا خاطر متمكنين من البلدية. دوك عندك موجودين في البلدية في داخل الهيكل الإدارية متاعها أو الهيكل المنتخبة، سواء لجان أو مجلس بلدي مهما كان اللجنة. ينجم يكون أنا عندك شخص منتخب شاب أو شابة في لجنة المالية، هل هذا يعني ما عندوش دخل بسياسات الشباب؟ بالعكس، إذا أنا نحب نعمل ميزانية حساسة للعمر أو تعكس الفئة العمرية منها الشباب، مهم جداً لو عندي شكون من الفئة هذيك هو أصلا مختص في هذا الشيء في لجنة المالية. نفس الشيء في لجنة الأشغال، لو عندي من المنتخبين شاب أو شابة، وهذه أكيد نجم تكون موجودة على خاطر أحنا القانون الانتخابي متاعنا يشجع جدا تواجد الشباب، خاطر يقولك كل 3 في القائمة لازم يكون منهم شباب. أكيد باش يكون عندنا على الأقل 1 أو 2 اللي هما ينتميون للفئة العمرية هذه اللي هي 35 حسب القانون الانتخابي. هل هذا يعني انه اللي ما ينتميوش للفئه العمريه هذه ما ينجموش يعملوا حاجه خاصه بالسياسه المتعلقه بالشباب؟ لا، انا نعرف ناس عمرهم ممكن يكون ضعف الحد الاقصى للشباب، ولكن مهتمين بالسياسه المتعلقه بالشباب اكثر من الشباب. ممكن طبعا انا هنا ما نحبش نمارس التمييز بناء على العمر، ولكن مهم جدا انه احنا نكونوا واعيين بالقاده الشباب اللي موجودين في المناطق في المراكز المختلفة. دوك ذكرت البلدية، عندك زيادة القادة المحليين الشبان الموجودين في دور الشباب، عندك الموجودين في المجالس الجهوية، عندك الموجودين في الولاية، عندك اللي موجودين في المجتمع المدني سواء وطني أو محلي. هذوما مهم جدا، هذوما قادة على خاطرهم مهتمين وعلى خاطر ينجم يكون عندهم أثر أوسع من عليهم هم فقط. عندك غير المهيكلين، ولهنا باش نعطي مثال. في العام اللي فات كان فما الحملة، أو مش العام اللي فات، العام اللي قبله كان فما الحملة متاع النظافة اللي برشا سماوها حالة وعي. بالنسبة لي أنا كانت فترة مهمة جدا للملاحظة متاع النشاط أو الحراك المدني خلينا نقوله، وين شفنا برشا شباب اللي هما كانوا ناشطين ولكن ما همش في حتى هيكل، لا تلقاهم في جمعية، لا هم بالضرورة في البلدية، ولكن ثم نوع من القيادة على الأقل في مجال واحد اللي هو وقتها كان التزويق وإلا التنظيف. مهم جداً أنه أنا كبلدية نحب يكون عندي استراتيجية للشباب، يلزمني نعرف شكون هم القادة اللي موجودين عندي. كما ينجم يكون يعني صانع رأي في فيسبوك عنده باج يتبعوها برشا، كما تنجم تكون واحدة عندها جمعية ناجحة برشا، كما تنجم تكون باعثة مشروع شباب عندها أثر على الرأي الشباب أو عندها فكرة من منظورها هي. مهما كان القادة لازم نخرج من فكرة النمطية متاع لازم يكون في مجتمع مدني، ولو أنه هذاك يعني طريقة من النشاط المهمة برشا، وهذه باش نطرقولها برشا الكليشي اللي موجودين عن الشباب. إذا بناء القدرات متاعهم، شو معناها بناء القدرات متاعهم؟ أنه يفهم الدولة كيفاش تاخذ القرارات متاعها، شو معناها سياسات عمومية، كيفاش الدولة تقوم ب سياسات عندها دخل بالشباب، عن طريق القوانين، عن طريق الميزانية، عن طريق البلدية، مخطط الاستثماري، شو معناها يكون حساس للشباب، شنو الأفق اللي هي متاحة باش إنه الشباب يعكس وجهة نظر متاعه
في السياسات العامة. تعطيكم مثال أنا اللي هنا سريع جدا من بلدية من غير ما نذكرها هي شكون، خدمت معاهم بطريقة لصيقة خلقوله عام 2019 في المخطط الاستثماري. البلدية هذه كان عندهم علاقة مع دار الثقافة، وبالصدفة كان فما جمعية متاع ثقافة متاع مسرح موجودة، واللي كانوا فيها أقل عمرهم أقل من 18 عام، إذن ما همش ناخبين وما همش ناخبات، ولكن ما عندهم حتى علاقة بالبلدية. علاقتهم الوحيدة مع البلدية أنه البلدية تمول مهرجان ثقافي سنوي يقوموا به فقط، فهم مستنسين أنه فما تمويل سنوي للمهرجان ثقافي هذا. هي بلدية ما هيش من البلديات اللي عندها مداخيل كبيرة برشا، يعني مداخيلها محدودة جدا. سألت سؤال بريء أنا للجمعية دي بتاع المسرح، قلت لهم فماشي حاجة تستحقوها توا ممكن تأثر أثر كبير جدا على المنتوج متاعكم الثقافي؟ قالوا لي يستحقوا سيستم متاع صوت، يعني المتنقل باش يوليوا ينجموا يعملوا مسرحيات في الشارع. قلت لهم قداش يتكلف هذا الشيء؟ قالوا 600,000. طبعا 600,000 من منظور متاع شاب أقل من 18 عام ما عندوش خدمة، ما عندوش مورد رزق إلا الوالديه، مبلغ كبير جدا. لكن 600,000 من منظور متاع بلدية مبلغ ممكن جدا 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 توفيره. لكن طبعا هذوما الشباب ما يعرفوش أن البلدية تنجم أنت تمشي تقترح عن طريق سجل المقترحات ولا عن طريق الحضور في الجلسة التمهيدية أو ما يعرفوش هذا الكل، لك ما عندهمش وسيلة تواصل مع البلدية. بالصدفة حطيناهم باتصال مع رئيس البلدية وقالوا هذا الشيء، حضروا لجنة الثقافة. في لجنة الثقافة تم إحالة المقترح متاعهم للجنة المالية في صياغة الميزانية، والمفاجأة الجميلة أنه العام اللي بعد هذه الجمعية حصلت على الساوند سيستم متاعها، ولات تنجم تنشط أنشطة ما كانش تتخيل أنها تنجم تعملها. هذا نوع بناء القدرات اللي نحكي عليه، أنه يوليوا ينجموا يتعاملوا مع آليات أخذ القرار اللي هي موجودة في البلدية أو في الجهة أو في الإقليم أو في المجلس النواب الشعب أو إلى آخره. وهذه حاجة مهمة جداً. علاش؟ خاطر فيها أثر مباشر كما الجمعية هذه متاع المسرح اللي حكيتها لكم، وفما أثر مستقبلي ممكن. نفترض أنه هذوما في المستقبل ينجموا يترشحوا، أو في المستقبل باش يكونوا ناخبين وناخبات. تصوروا أنتم القدرات متاعهم هذه لو ياخذوها كيف تنعكس، يوليوا أخذي قرار، ما همش فقط ناس قاعدين يراقبوا في القرار من بعيد ويحاولوا يأثروا عليه. إذن بناء القدرات عنده أثر مباشر في مجال نشاط القادة هذوما، وأثر مستقبلي ممكن في حالة هم ساهموا في أخذ القرار عن طريق ترشح أو إلى آخره. فما زاد بناء قدرات الشباب أن هم بيدهم يصيغوا سياسات شبابية ويدافعوا عنها، وهذه حاجة مهمة جدا. نعرف أنه الشباب عنده باش أفكار، لكن حسب أشياء ريتها. فما شباب اللي هو قادر أنه هو يكتب لك الفكرة متاعه بطريقة متكاملة ويدافع عليها عند البلدية أو عند مجلس نواب الشعب أو وزارة أو اللي هو، لكن من برشا الشباب الأفكار متاعه ما ينجمش يحطها بطريقة اللي هي تترجم إلى سياسة عامة. مثلاً يحب يعمل النوادي الرياضة المفتوحة open air، هذوك البلايس اللي هما ما يتكلفوش برشا على البلدية، اللي هو متاع السبور اللي هو في الأماكن المفتوحة. عادة الشباب النجم نلقاو أصل الأفكار متاعو جي في شكل تشكي مش فكرة، وهذه مش نحكيو فيه زادة غضوة، مش بيكم عملتوش، مش بيكم. هناك نبني قدرات شباب في الحكاية هذه، وين ينجم يصيغ السياسة بطريقة لزيب المقروءة وممكن تنفيذها. قاعدين نساعدوا في الشباب أن الأفكار متاعو تتنفذ، ولكن أيضا قاعدين نساعدوا في الهيكل أن هو ينجم ينفذ هذه بطريقة أسرع، على خاطر البلدية مش كما يجيها فكرة محسوبة الكو متاعها والواضحة لزيتاب متاعها، كما يجيها تشكي تقعد هي لازمها في إطار نقص التأطير لازمها تصيغه عن طريق مشروع متكامل. الحاجة المهمة في بناء القدرات أنه لازم يستجيب لاهتمامات الشباب وطرق التعلم الحديثة. هذه يعني فورماسيون لمدة 4 أيام ولا 5 أيام وقاعد، واللي هي ممكن لا تتماشى مع مثلا ان هو يقرا او هي تقرا، او لا يتماشى مع السكنه متاعه فين، او لا يتماشى مع قدرته على التنقل الى اخره. اهم حاجه انه القدرات، بناء قدرات لازم ستريت ورك اوت. شكرا مراد.
بناء القدرات لازم يكون يستجيب إلى قدرات الشباب، وباش نجل إلى اهتماماتهم، وباش نجم نستجيب لاهتماماتهم لازم نعرفوها، مش يكون عندنا فكرة مسبقة عليها، لازم نعرفوها هي شنو. وهذا غدوة باش نحكيو فيه، نعمل لكم في برشا تشويق، ولكن غدوة باش نحكيو على برشا أمور مهمة زادة. إذا آلية إدماج أول واحدة اللي احنا نحبوا ندمجوه، لازم نبني له القدرات نتاعو باش هو يدمج نفسه، لازم يعرف هو يدخل روحه، ولكن ما نكتفيوش بهذا. ثم طريقة أخرى اللي هي إنشاء هيكل تمثيلية، كما مجلس الشباب اللي شفنا الفيديو نتاعو نتاع مساكن، اللي هي معناها مثال مهم جدا جدا جدا. ثم شكون عنده حساسية من الهيكل التمثيلية؟ يقول لك احنا ديجا نعملوا في انتخابات. الانتخابات قاعدين ننتخبوا في ناس يمثلونا، علاش نزيدوا الهيكل؟ نفرق بين هيكل تمثيلية اللي هي تمثل الناس الكل من اللي عمره 18 والفوق، وبين هيكل مختصة في فئة عمرية معينة. حاجة الباهية في الهيكل هذه إن هي أولاً تختص بهذه الفئة. نحن نعطيكم مثال لمشروع النظام الداخلي متاع مجلس الشباب هذا اللي في مساكن. بكل وضوح الأهداف متاع المجلس البلدي الشبابي هذا إنه يمكن المجلس البلدي مساكن من المعلومات اللي عندها صلة وتتماشى مع مشاكل المدينة وتطلعات الشباب. لو تلاحظوا بكل وضوح الهدف متاع المجلس هذا هو إدماج سياسة الشباب في السياسات العامة الخاصة بالبلدية. هو يحب يوازن بين مشاكل المدينة وتطلعات الشباب. وما زاد مساهمة في بعض تصورات برامج مشاريع تنموية والبحث عن سبل تمويلها والسهر على تنفيذها بي يعني ضمنياً، مادامها جاية منبثقة من الشباب هي فيها أصلاً النظرة متاع الشباب للواقع متاعهم للمستقبل متاع المدينة إلى آخره. هيكل كي من هكا تنجم تختصر برشا أشياء وتنجم تسهل المعلومات من البلدية للشباب ومن الشباب إلى البلدية. لهنا الحاجة الأهم أنه هذه الهيكل تنجم تجي نتيجة تعاون بين الهيكل الرسمية والمجتمع المدني كما صار في بلدية مساكن. نذكركم بالخريطة هذيك نتاع الهياكل دي، ما نرجع لها أنا في النقاش متاعي. كل ما كانت العلاقة أحسن ما بين المكونات المختلفة، كل ما نجموا نستخدموا الآليات بطريقة أحسن. بلدية علاقتها مع المجتمع المدني خاصة اللي فيه الشباب باهية أو موجودة أو قوية، مش لازم تكون يعني باهية متاع الزوز متفاهمين، ولكن إنه فما احترام متبادل وفما علاقة، هي عندها فرصة أكثر من هي تعمل هيكل تمثيلي كي من هكا. نادا قالت من مساكن أهم حاجة إنه الشباب هو من وضع هذا الأهداف. بالضبط، يعني لهنا كي نقرأوا هذا من غير ما نضطر نقول إيه والشباب وين نظرة الشبابية في هذا، هم أصلا شباب هم اللي صايغينه. فهذه حاجة مهمة جدا، الهيكل التمثيلية هي آلية قوية برشا 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 لإدماج الشباب، خاصة إذا تمت بطرق أو على أسس واضحة وشفافة جدا. وهذه من الأشياء اللي تمت في التجربة في مساكن، ولو أنه كان فما نقد ودائما موجود، وهذا اللي يدل على أنه تجربة كانت ناجحة، على أنه كان فما تفاعل شديد مع مع التجربة هذه. ومتوفر برشا توثيق عليها، وفما موقع إلكتروني مساكن.org موجود فيه مشروع النظام الداخلي، وموجود فيه قانون الانتخاب اللي بناء عليه عمل الانتخاب، واللي هو نتصور مش نحكي باسم بلدية مساكن، ولكن نتصور هو مفتوح للاستئناس به والشراكة على شلي به. ثم زاد دعم أنشطة المجتمع المدني المتعلقة بالشباب، وهنا هذه آلية فعالة جدا جدا جدا. هناك يقولوا دعم أنشطة المجتمع المدني، فما عدة يعني عدة طرق. لما نجم أنا نعطي تمويل المجتمع المدني للي قدم تمويل، هذه حاجة موجودة في البلديات تنجم تخصص ميزانية للتمويل. كما نجم نقدم له دعم لوجستي، كما نجم نعمله دعم سياسي عن طريق وضعه باتصال مع اتخاذ القرار في أماكن أخرى، النواب إلى آخره. البلدية عندها اتصال مع اتخاذ القرار أكثر من المجتمع المدني أحيانا، معظم الأحيان. مهم نعرف أن المجتمع المدني حلقة وصل مهمة بين الهيكل بتاع الدولة والشباب، الشباب اللي مش متواجد في الأطر التقليدية. غدوة باش نحكيه علاش ما يلزمش نكتفيه بالعلاقة مع المجتمع المدني، بل لازم ننطلقه من منطلق أنه هو حلقة وصل. برشا مرات البلدية، ونفهم هذا الشيء، تقول لك أنا قاعد نتعامل مع الشباب بما أني قاعد نتعامل مع المجتمع المدني. هو مغالطة كبيرة في هذا الاستنتاج. المجتمع المدني قد يمثل جزء من الشباب،
قد يخدم على الشباب، قد يكون المجتمع المدني هو برشا متكون من الشباب، لكن العمل معاه ما يعنيش العمل مع كل الشباب. ولهنا لازم المجتمع المدني يكون واعي بهذا الشيء، والبلدية واعي بهذا الشيء. المجتمع المدني حسب نظرتي أنا ليه، كما شفت برشا مجتمع مدني ناجح، هو ينجم يستعمل آليات التواصل إلى آخره اللي هو الشباب قبلها أكثر من البلدية أو اللي هو قادر على استعمالها. الدعم المالي للمجتمع المدني ينجم يكون زاد استراتيجية متاع البلدية. أنا بعطيكم مثال، بلدية حمام الشط مثلا، اللي هي واحدة من الاستراتيجيات متاعها إنه دعم المجتمع المدني. وهذا شو عملته؟ مش عن طريق التمويل كهو، عملت يوم مفتوح للمجتمع المدني اللي هو سمحوا أو عملوا فضاء للجمعيات اللي موجودة في البلدية الكل إنه هما يعملوا دي ستاند هكا ويعرفوا برواحهم. وكانت فكرة رائعة على خاطر سمحت للممولين والمنظمات الوطنية إنها تجي تشوف شكون هم الجمعيات اللي موجودين، وسمحت للجمعيات إنه هما يشبكوا مع بعضهم. هذا توجه استراتيجي، ما يتكلفش فلوس، يتكلف يوم مفتوح أو من غير حتى تمويل. التشبيك والتوأمة حاجة مهمة جدا جدا زاد. البلدية عندها القدرة إن هي تعمل توأمة مع بلديات أخرى في تونس أو خارج تونس وإنها تشبك معاهم. هذه العلاقة تنجم يكون عندها أثر مهم جدا على المجتمع المدني المحلي. أكبر مثال ميد سيتيز. ميد سيتيز هو يعني تراكم تاع عدة بلديات مختلفة من 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 حوض البحر المتوسط. هذا سمح إنه المجتمع المدني ينجم يكون عنده انفتاح على زادة مجتمع مدني آخر. وهذا الكل ينجم يكون في إطار استراتيجية متاع البلدية، ولازم تكون واعية به. يعني هو عن وعي، ماهوش حاجة نجم تصير بطريقة عفوية، أما كل ما نكون واعيين به أكثر كل ما يكون الأثر متاعه أحسن. عندي 9 دقائق. أوكي. التخطيط التشاركي المناسب لاهتمامات الشباب وخصوصياتهم. باش تحسوا أكيد أني أنا هذه حاجة تعديت عليها فيسع، ولكن هي نأكد لكم باش تكون هي محل نقاش المفصل الغدوة. ولكن شو معناها التخطيط التشاركي مناسب لاهتمامات الشباب وخصوصياتهم؟ أما زوز مستويات متاع تواجد الشباب في التخطيط، هذه زينا نفكروا فيها. إما أنه وهي زوز مستويات مش عكس بعضهم، راهو ينجم يكون زوز موجودين كما ينجم واحدة موجودة كما واحدة موجودة أكثر من الأخرى. هل أنه إحنا نحب الشباب يكون مشارك هو في أخذ القرار، يعني هو موجود في النقاشات، هو يقترح، هو يأخذ القرار في كما في الاستشارات أو في الكوديسيزيان أو في التصويت في حالة الميزانية التشاركية أو المخطط التشاركي عن طريق مؤشرات مشاركة واضحة. مثلا نقولوا أنا نحب 50% من اللي يحضروا يكونوا من الشباب، أنا حطيت مؤشر وصول للشباب كبلدية. مثلاً نقول أنا في البي اي متاعي متاع العام هذا نحب 50% من المشاركين والمشاركات يكونوا أقل من 35 عام. هنا أنا المستوى متاع تواجد الشباب متاعي هو في أخذ القرار، نحبهم يكونوا موجودين في النقاش وفي التصويت. كما ينجم مستوى تواجد الشباب في السياسة متاعي في صياغة القرار، يعني موجودين هم ولا لا، كل القرارات متاعي السياسية من مشاريع من مهما كان شكلها يلزم يكون واضح الأثر متاعها على الشباب. ولهنا نجيو كما الميزانية اللي هي حساسة للشباب، يعني أنا البلدية حتى لو خذيت قرارات عند دخل بالعقارات، تفويت في عقار، باش نشري عقار، باش نأجر عقار، كل قرار ناخذه نطرح على روحي سؤال ما الأثر على الشباب في القرار هذا. الزوز هذوما مستويات مختلفة، راه لازمنا نردوا بالنا. أنا نشوف إن الزوز مستويات هذه مهمة، وكل واحدة أنت والقرار شنو. ما نجمش أنا مثلا بما أنه إحنا في ديمقراطية تمثيلية، إحنا ما نش في ديمقراطية مباشرة في تونس في كل شيء، يعني فما الناس المنتخبينهم يأخذوا القرار باسمنا في معظم الأشياء. هذاك علاش مهم إنه اللي يأخذوا القرار باسمي أنا كمواطنة يكونوا هم عارفين إنه لازم يطرح السؤال ما أثر هذا القرار على الشباب، ولكن أيضا حلوا مجال للشباب إنهم يشاركوا في أخذ القرار. الزوز هذوما مهمين ومختلفين.
في التخطيط التشاركي للشباب يلزم الابتكار والاستناد على التكنولوجيا، هذه كما بالضبط بناء القدرات، نقعد بنفس الطريقة وإجا للبلدية وكل فما شكون يجيو، أما فما برشا ما يجيوش لعدة أسباب مختلفة تنجم أصلا تكون أسباب رمزية. احنا لازمنا ناخذ هذا معين الاعتبار، مش نقعد نشكاو واش بيهم الشباب ما يجيوش، لا كيفاش انا نجم نمشي لهم؟ وهذا لازم نطرحوا برشا اسئله، كما يوم في الصباح انا قعدت نخمم قلت شو اللي يمنع مثلا انه جلسه مهنديه تصير في استاد قبل لعبه، معناها قبل مباراه رياضيه، شو اللي يمنع؟ ما دام فما بلديات مشاو للسوق، انا نعرف بلديات، بلديه بير الاحمر في تطاوين مثلا من اول البلديات اللي عملت جلسات نتاعها في السوق عام من عام 2013، قال لك انا الناس ما يجيونيش خلينا نمشي له، خلينا نمشي الشباب، والشباب وين متواجد؟ هذا سؤال مهم باش نطرحوه غدوه، وين الشباب؟ شكون الشباب هو؟ دونك هنا لازم الابتكار والاستناد على التكنولوجيا زاده، على خاطر هي طريقه مهمه باش نجموا نوصلوا للشباب اللي هو التكنولوجيا حاجه مستانس بها وموجوده في الواقع نتاعو.